عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من Flutter Practice. اليوم عنا تاسك جديدة واللي هي باش نصنعو الموديل تاسك متاعنا. خلينا نبدأ. إذا باش نصنعو الموديل تاسك متاعنا باش نمشيو للدوسي موديل وباش نعملو نيو فايل. فوالا دونك لهنا باش نسميو الفيشي متاعنا تاسك. فوالا باش نصنعو الكلاس متاع التاش متاعنا. دونك باش نسميو الكلاس متاعنا تاسك. فوالا ولا هنا توا باش نحطو لي زاتريبيو نتاعنا. دونك لي زاتريبيو كيفاش باش يكونوا؟ دونك باش يكونوا عندنا تيتر للتاش بيان سور، دونك عندنا سترينغ تايتل، كذلك عندنا الستاتيو نتاع التاش نتاعنا، دونك اللي هو تو دو تاش ولا دان، دونك نجمو نحطوها بوليان. فوالا دونك ستاتيو، كذلك عندنا الديسكريبسيون، دونك نجمو نزيدو ديسكريبسيون للتاش نتاعنا، دونك ديسكريبشن. فوالا دونك هكا نكونو صنعنا لي زاتريبيو نتاع الموديل نتاعنا، وتوا يقعد لنا كان الكونستركتور. دونك الكونستركتور باش نكتبو تاسك فوالا، وباش نعديو لي زاتريبيو نتاعنا اللي هما تايتل، الستاتيو اللي هو ذيس بوان ستاتيو فوالا، والديسكريبسيون كيف كيف. هاكا نكونو كمان الفيرسيون الاولى من الموديل تاش نتاعنا، على خاطر مازال دوتر كود باش نزيدوه في الموديل بعد باش نجمو نعملو سيرياليزاسيون نتاع الموديل نتاعنا. دونك نتعداو بالمرحله بالمرحله، والمرحله الجايه هي الباكيج بروفايدر باش نكتشفوه مع بعضنا.